شن رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس هجوما عنيفا وساخرا على الدوري السعودي للمحترفين بعدما خطف عددا كبيرا من الصفقات العالمية يتقدمها البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار والفرنسي كريم بنزيما ومواطنه أنغولو كانتي والصربي ميتروفيتش وآخرون بمبالغ مالية ضخمة حولت البطولة إلى واحدة من أقوى المسابقات في العالم. وقالت باس في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية ومنها ماركا والآز في انتقاده للإنفاق الكبير في سوق الانتقالات السعودية الاستثنائية خلال الصيف. أوروبا هي أكبر مساحة لصناعة كرة القدم في العالم، الأمر ليس من قبيل الصدفة، الأندية تستثمر لتطوير نفسها وعراقتها والمسابقات مستمرة منذ عقود، والأندية والمسابقات أكثر أهمية من اللاعبين أنفسهم لأن اللاعب سيأتي عليه وقت وتنتهي مسيرته، أما الأندية مستمرة لفترة دائما. وسخر تيباس من نادي الاتحاد جدة الذي انتقل إليه لاعب ريال مدريد السابق بنزيما وقال: لا أحد يعرف اسم الفريق الذي يلعب له بنزيما، لا يعرف أحد أسماء هؤلاء الفرق، لذلك من المستحيل تقديم تطور بهذه المنطقة. وأوضح: في كرة القدم السعودية إذا أرادوا التطور فيستعين عليهم العمل بجد على العلامات التجارية لأنديتهم والعلامات التجارية لمنافساتهم. وتابع: لدى الدوري الإسباني أكثر من 200 مليون متابع على شبكات التواصل الاجتماعي، ولدى الدوري السعودي 5 ملايين فقط. للوصول إلى نفس عدد متابعي الليغا يجب أن يتقدموا كثيرا على مستوى الحقوق السمعية والبصرية. من جهته رد رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي الشيخ على منتقدي صفقات أندية الدوري السعودي لضم نجوم كرة القدم العالميين خلال الانتقالات الصيفية، وقال لشبكة قنوات بين سبورت: من حق السعودية أن تطور الدوري لديها، وهذه خطة موضوعية من 2016 وانطلقت في 2017. وأوضح: لم نرى أصواتهم على الدوري الصيني أو الدوري الأمريكي، وما كان سباقين في هذا المجال، لم نسمع أصواتهم حين سحبوا اللاعبين والرعاة من الدوري الإيطالي، ولم نسمع أصواتهم عندما استثمر أشخاص من الخارج في الدوريات الأوروبية. وختم: من حق السعودية أن تعمل على تطوير دوريها وإسعاد شعبها والمقيمين فيها ولجذب سياح وأنظار العالم للرياضة عندها، لذلك كل الانتقادات غير واقعية.